احنا من النهاردة مش هنشرب قهوة تاني، احنا هناكل القهوة. بصوا بقى، من بعد الوصفة دي انتوا هتبطلوا تشربوا القهوة او النسكافيه وهتاكلوها بالطريقة دي. ده غير بقى انها وصفة ساقعة كده وخطيرة وترطب في الجو الحر ده. اول حاجة هنحتاج كوبايتين لبن وعليهم باكت من الكريم كارميل، ونقلبهم بقى على النار لمدة 3 دقايق، وبعد كده ندخلها التلاجة لحد ما تمسك نفسها بالشكل ده. هناخد بقى الكريم كارميل بعد ما مسك نفسه ونضربه بالمضرب الكهربائي مع كيس كريم شانتيه و125 ملي او فنجان صغير لبن ساقع. هنحط بقى اللبن عليهم بالتدريج لحد ما يبقى قوام الكريمة بالشكل ده. والوصفة دي بقى اساس طعمها هو القهوة او النسكافيه، وانا استخدمت النسكافيه بتاع بن المتوكل. عندهم بصراحة احسن انواع القهوة، وبالذات النسكافيه طعمه احسن بكتير جدا من كل براندات المقاطعة. حطيت النسكافيه ودوبته في المية، وهنجيب اي بسكوت سادة عندنا ونبدأ نسقيه في النسكافيه ونرصه في الصينية، ونحط عليه طبقة من الكريمة اللي عملناها في الاول، وبعد كده طبقة بسكوت، وهكذا بقى لحد ما خلص كل كمية البسكوت. اعملوا عدد الطبقات اللي تحبوها، بس اخر طبقة بقى من الكريمة هنضيف معلقة نسكافيه على الكريمة ونضربهم مع بعض. ممكن تضيفوا من الاول النسكافيه على الكريمة وتحشوا بيها كل الطبقات، ده لو بتحبوا طعم القهوة القوي، بس انا بقى بالنسبة لي كده كان طعمها مظبوط قوي. نجيب بقى الكراميل اللي كان مع باكت الكريم كراميل ونزين بيه الصينية من فوق، وهندخلها التلاجة ساعة بس كده تمسك نفسها، وبعد كده بقى هتدوقوا احلى كيكة نسكافيه ساقعة وخفيفة، ونكهة القهوة حلوة وواضحة قوي فيها.